اشكر اساتذتي ومعلميني على ان هم اعطوني فرصه ان اكون معاكم النهارده في المؤتمر. الحقيقه هو دكتور احمد حرق لي اول سلايد كنت هقولها، وهو احنا كنا جايين نعمل ايه. يعني احنا النهارده الصبح لما كنتوا جايين قايلين ان احنا عندنا توك عن حاجه اسمها فاميلي كونكشنز، حد كان متوقع اي حاجه؟ يعني احنا جايين نتكلم عن ايه؟ يعني جايين نتكلم عن فاميليز، جايين نتكلم عننا، جايين نتكلم عن حاجه؟ حد عنده اي توقع احنا جايين بنعمل ايه النهارده؟ اوكي طيب، هو دكتور احمد حرق لي القصه وقال ان احنا جايين النهارده نتكلم عن حاجه ليها علاقه بالفاميليز اوف بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر. احنا دايما او الفتره اللي فاتت بنتكلم بشكل اكستنسيف على يعني ايه بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر. في كامبينز كتير جدا تو سبورت سفرز من بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر. اول صوره خالص هنا دوت الفلاج بتاع البوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر، بكل لون منه بيدل على واحده من السيمتوم. في كامبين عن الاويرنس مانث اوف بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر، وفي كامبين عن اويرنس ويكس اوف بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر، وازاي ان احنا نهلب بيشنتس وذ بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر. وقليل جدا لما نيجي نتكلم عن الفاميليز اوف بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر. اكشلي انا كنت بشتغل كتير جدا او بشوف حالات كتير جدا ليها علاقه بالبوردرلاين، كان عندي كلمه دايما كنت بقولها دكتور احمد، اقول له هم ليه الناس بتعمل كده في عيالها؟ يعني حرام، ليه الناس دي بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر فاميلي؟ فهم نيجلكتنج، انفاليديتنج، فيهم ابيوز، ما كانوش بيهتموا بيهم، سيفيرلي مثلا ديسفيجريتد اساسا، عندهم مالتيبل تروماز، فليه الناس تكون بتعمل كده في اهاليها؟ وكان عندي مشكله قويه جدا ان انا دايما يبقى يجي البيشنت وعايز اهله يدخلوا معاه الثيرابي ويقول لي طب انا عايزه اقعد اعرف ايه اللي بيحصل. وانا كنت من هذا المنطلق بقول له لا لو سمحت اطلع بره، لان انا مش طايقاه، لان انا شايفه ان انت مصدر التروما اللي جايه ليها هنا، وانت مصدر انفاليديشن، وانت مصدر كل الباثولوجي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. كان دكتور احمد عنده وجهه نظر مختلفه شويه وقال لي طب ما تيجي نبص على ايه اللي ممكن بيكون بيحصل، وده فعلا ان احنا حاولنا نعمله. هل دي القصه الحقيقيه؟ يعني هل فعلا البوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر اهاليهم محتاجين الحرق زي ما انا كنت بقول زمان؟ طيب تعالوا نبص كده عن ايه اللي حاصل فعليا على الناحيه الثانيه من القصه. دي مجموعه من الجمل اللي قالوها اهالي بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر لما بدانا نتكلم معاهم بشكل اكثر عقلانيه واكثر يعني اقل جادجمنتال، وبدانا نسمع منهم هم بيقولوا ايه. اول حد كان بيقول احنا بنسعى على الدكاتره بقالنا سنين محدش بيقول لنا عندها ايه. باقي الجمله ان كمان بعد ما قالوا لنا عندها ايه محدش قال لنا نعمل ايه. انا عايزه اعرف ابني هينتحر ولا لا، ما بقتش عارفه اقول له لا على حاجه لا يموت نفسه. وكانت تتكلم على ان انا خايفه ادخل عليه الاوضه في يوم من الايام الاقيه مات منتحر. ازاي اسيبها تاخد قرار وهي مندفعه بالشكل دوت؟ وهنا كانت بتتكلم عن المبالغ الطائله جدا اللي هي بتدفعها للكومبالسيف شوبينج، وان هي وانس ان بقت ديسجريتد ممكن تدخل تدفع 48000 جنيه في اسبوع على اللا شيء لمجرد ان هي كانت ديسجريتد من بريك اب. هو انا السبب، انا اللي خليته كده، وسنس اوف جيلت شديد جدا عن ان في حد من زمايلنا الاطباء كان بلغها او قال لها ان اللي بيحصل مع ابنك او بنتك دوت هو سببك انت، انت المصدر بتاع الحاجه اللي بتحصل دي، كان جايب سبيك اوت. نفسي اعمل لها حاجه ترضيها، ان شاء الله اموت علشانها. فكره ان انا مش عارف اعمل حاجه، كل اللي بعمله في النهايه هي مش مبسوطه، او في النهايه حاجه معينه او صغيره بتحصل بتقلب الدنيا عليا. مش عايزه ادخل الاقيها منتحره تاني، نفس الجمله. الجمل ديت هي جمل انا عملت لها شويه موديفيكيشن عشان الكونفيدنشاليتي بتاعت البيشنتس، عشان نقدر ان احنا نتكلم عليها بهذا الشكل، ولكن هي بتعبر عن المعاناه اللي احنا ممكن ما بنبقاش واخدين بالنا منها. الانتولد ستوري من او عن اهالي البوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر ان هم بيسافر من هاير بيردن اكتر بكتير جدا من اي حد، من اي اهل لمريض عنده منتال النس. البيردن هنا اوبجكتيف وسبجكتيف، في شكل ان احنا سبجكتيف ان انا قلقان جدا وعندي اكسسيف ويريز على ايه اللي هيحصل بعد كده، انبريدكتابيلتي، انا طول الوقت مش قادر اتخيل ايه اللي هيحصل، عندي جريفنج كبير جدا. والجريف هنا بيكون ليه علاقه بان الحاجات اللي انا كنت متخيلها عن عيلتي عن اسرتي بعد كده مش هتبقى موجوده. ده غير الاوبجكتيف بيردن اللي ليه علاقه بان احنا بنروح لسايكايتريست، لو احنا بنشتغل دي بي تي فاحنا بنشتغل بنشوف مرتين في الاسبوع، مره جروب ثيرابي ومره انديفيديوال ثيرابي. غير لو انا هيبقى عندي سوسايدال اتمت ووديته المستشفى اتحجز في مكان ما، غير ان الكومبالسيف شوبينج غير سبستنسيف ابيوز، غير ان في كوموربيديتيز هتحتاج ميديكيشنز. فالاوبجكتيف بيردن عالي جدا، وان انا اكون عايش مع حد
طول الوقت بيهدد بالانتحار او بيتعامل مع سيلف انجوريس بيهيفير او سوسايدال ايديشن، هي متسميه كده لايف تيب توينج. انا طول الوقت ماشي على تطيف صوابعي، مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده، قلقان اخد خطوه غلط ومش عارف الخطوه اللي انا هعملها دي ايه النتيجه بتاعتها. الحاجه الثانيه واللي بتصعب عليهم المشكله هي الاستجما. احنا عارفين ان المنتال انسز ان جنرال في هاي استجما موجوده، خاصه هنا في مصر احنا ما زلنا بنتعامل معاها بقدر الامكان، ولكن البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر بيسمعوا كلام مختلف شويه. يعني احنا لو عندنا حد عنده باي بولر سكيزوفرينيا فغالبا بيقول اه تمام تعبان، لكن عاده البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر يقول لهم ايه ده قليل ادب واحبط بيه، انتوا اللي عاملين كده فيهم، انتوا لو شديتوا عليهم شويه الدنيا هتمشي بشكل مختلف. الاستجما سوشيال دي بتبقى قويه جدا، والاهل فعلا مش بيلاقوا السبورت اللي محتاجينه من المجتمع او من الناس اللي هم عايشين حواليهم، وبالتالي بيميلوا اكتر للايزوليشن وبيدخلوا في الفيشيا سايكل بتاعه الاستجما، فنبقى ايزوليتد اكتر وانيليتد اكتر، فنبقى غراب اكتر على المجتمع اللي احنا موجودين فيه. اللي بيضاف اكتر على البوردر لاين هي سيربلس ستيجما، والسيربلس ستيجما هي الاستجما الموجوده ما بين المنتال هيلث بروفيشنالز. احنا كمان لما بيجي لنا حد بوردر لاين بنقول له لا والله مش انت، مش عندي علاجك، مش موجود، انت محتاج ثيرابي اكستنسيف، روح لحد تاني. في كان بوست كان فايرال خلال الفتره اللي فاتت على حاجه من جروبات السايكايتري عن دي بي تي ثيرابيست كانت مسافره وقالت لي البيشنت بتاعتها لما تبقي سويسايدال روحي اي ار سايكايتريك اي ار. للاسف الشديد ما كانش فيه ريفيرال كويس واحنا ما عندناش سايكايتريك اي ار. الست كانت سويسايدال، راحت مستشفى، اللي اتعامل معاها كان نيو سايكايتريست، للاسف الشديد ما كانش قادر يتعامل معاها بشكل كويس، وبدات الدنيا تبقى فيها خناقات، وانا ماليش دعوه بيكي، انت مش سويسايدال اساسا، انت بتمثلي، لا انا مش بمثل انا سويسايدال. وبدا الموضوع يتحول من ان احنا بنفيت او بنكنترول كرايسيس دي ان احنا بقينا احنا كرايسيس او بقينا احنا انفولفد في كرايسيس، ودي حاجه من الحاجات الصعبه جدا واللي بتزود البردن على الفعل. استيل برضه طب فين المشكله؟ يعني عادي اي حد عنده منتال انس اهله هيبقى عندهم مشكله في التعامل مع اللي بيحصل. الحقيقه ان في حاجه اسمها اكسبريس ايموشن ستادي، والاكسبريس ايموشن ستادي بتقول ان احنا كل ما احنا سايبين الاهالي او سايبين الناس اللي بتتعامل مع بوردر لاين بيرسوناليتي اوردر سافرز من غير ما نفهمهم ايه اللي حاصل فعليا، من غير ما نعلمهم ازاي يقدروا اكسبريس الايموشنز بتاعتهم وينتقلوا معانا على الجانب الاخر، ده بيسوء البروجنوزس بتاع البيشنت نفسهم. محاولاتنا للتعامل مع الريلاتيفز اوف بوردر لاين بيرسوناليتي اوردر سافرز هي مش محاوله رفاهيه قد ما هي طريقه او حاجه انتجرال في تريتمنت بروجرام محتاجين ان هو يكون موجود علشان نحقق الكير اللي احنا محتاجينه للبيشنتس بتوعنا اكتر. الحاجه الثانيه ان احنا لو بقينا نتعامل مع الانديفيديوال طول السايكايتري كانديفيديوال، اليونت بتاعتنا هي الانديفيديوال، احنا في النهايه هيبقى عندنا حاجه شبه التمثال الموجود ده، وتمثال مشهور جدا ومش مقصود بيه خالص الفكره اللي انا بتكلم بيها، لكن انا حسيت ان هي هتبقى صوره معبره، كان احنا لو خدنا الانسان من العيله بتاعته او احنا بدانا نتعامل مع اليونت ان هو انديفيديوال rather than a family، نتعامل مع الكوميونتي بتاعنا انديفيديوالايز بدل ما نتكلم عن فاميليز، ده هيخلينا في النهايه عندنا هاي امتنس ومش هيبقى عندنا الكونكشنز والبيلونجينج اللي احنا نحتاجه للاتاتشمنت بتاعتنا، هتبقى فيها مشاكل قويه جدا، ومهما كنا امنن سايكايتريست مش هنقدر ان احنا نعالج انديفيدوال، احنا بنعالج كوميونتي او بنعالج فاميلي كامله عشان نقدر نحقق الكير اللي احنا محتاجينه. طيب هل دي مشكله حقيقيه وهل احنا محتاجين نقف نتكلم عن بوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر عن اهاليهم بهذا الشكل اكستنسيف وان احنا كل شويه بنجيبه؟ تعالوا نبص كده ان السكيزوفرينيا بريفالنس بتاعها 1.1، البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر البريفالنس بتاعها 1.7، و في الاستاتس الجديده بتوصل ل 5.6%، واحنا تعداد مصر في 2021 كان 104 مليون نسمه. 1.7% من 104 مليون نسمه، لو عملنا كده كويك ماثيماتيك مش عارفه ايه هنطلع هنطلع رقم كبير جدا من الناس اللي بتعاني من بوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر. انا بتكلم عن الشخص نفسه اللي متشخص بوردر لاين، مش عن باباه ومامته واخته واخوه وجوزها او مراته واصدقائهم وجيرانهم، انا بتكلم عن بس الشخص. فتخيلوا الدايره اللي بتلف حوالين العدد المهول دوت هيكون ازاي فيها سفرنج وهيكون فيها مشكله كبيره جدا. طيب حلو، ايه هنعمل ايه بقى؟ يعني احنا عرفنا في مشكله وعرفنا المشكله دي جايه منين، هنعمل ايه؟ والله هم حاولوا يعملوا مجموعه من التجارب الكتيره عن ازاي نقدر نتعامل مع مشكله زي دي، كان من ضمنها ان احنا اتس اوكي احنا الناس عايزين تعرف ايه المشكله وعايزين يعرفوا ان في ديس اوردر، فهاتوا نقعد معاهم ساعه نعلمهم فعلا يعني ايه بوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر، وقعدوا معاهم في سايكو اديوكيشن سيشن. اللي حصل ان الناس طلعت من الاديوكيشن سيشن دي ديستريسد اكتر، متضايقين اكتر. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا فهمناهم ان الشخص اللي انت بتحبه ده عنده بوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر، في 10% possibility ان he commit suicide يعني هيداي اوت اوف suicide، وسبناهم
اعمل الصح بقى. طب اعمل ايه؟ ما فيش اي حاجه بنقدمها. الحاجه الثانيه في الناشونال الاينس اون منتال النس، وده الاينس موجود في امريكا وبيعمل ايديوكيشنال بروجرامز للمنتال النس سبيسيفيكلي للسكيزوفرينيا، وقالوا ان احنا هننفولف فاميليز اوف بي بي دي معانا في البروجرام دوت. الناس كانت لاس ديستريسد عن المرض الاولانيه، استاذ كان السؤال بتاعهم اعمل ايه. ومن هنا جت الفكره ل تو امينانت سايكايتريست، هما كلينيكال سايكولوجيست باري هوفمان وانن فريزيتي. باري هوفمان هي الفاوندر اوف ناشونال ايديوكيشن الاينس اوف بوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر، وانن فريزيتي هو بروفيسور في هارفارد كلينيكال سايكولوجيست في اكتر من يونيفرستي، وكمان هو كو فاوندر للناشونال ايديوكيشن الاينس اوف بوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر. والاثنين كانوا جايين من باك جراوند ليها علاقه بالدي بي تي، وكانوا بيفكروا طب ليه احنا ما ندمجش الطريقتين وندمج الايديوكيشنال بروجرامز مع السايكو ايديوكيشنال بروجرام مع السكيلز اللي جايه من الدي بي تي، ونشوف الريسبونس بتاع الموضوع ده هيكون عامل ازاي. وكان الهدف بتاعهم ان احنا مش بس هندي للناس ايديوكيشن ومش هندخل الناس في ريجولر دي بي تي بروجرام اللي هو حاجه طويله جدا وبتحتاج مننا مجهود وكوميتمنت عالي، وكمان هيبقى عندنا سوشيال سبورت ونقلل الاستيجما الموجوده في الفاميليز. وعملوا مانيوالايزد ايديوكيشن اند سكيلز تريننج سبورت بروجرام، وبيتعمل على كوميونتي بيس، يعني اساسا المسؤولين معظم المسؤولين عن البروجرام دوت هم فاميلي ممبرز اوريدي دخلوا في التريننج وقدروا يعلموه لاخرين. وده حاجه مش مدفوعه الاجر نهائي، لان هو الهدف الاساسي ان احنا نساعد الناس، مش ان احنا نقعد بيردن عليهم فاينانشال بيردن باي شكل من الاشكال. واتعملت عليها ستاديز كتير، من ضمنها الاستادي ديت اللي كان بيقول ان احنا بيقلل البردن، ان احنا الفاميلي كونكشن بروجرام هو حاجه بتقدر ان هي تقلل البردن سواء كان اوبجكتيف او سبجكتيف، بيقلل الجريف وبيزود السنس اوف ماستري. الحاجه اللي مش بيحسنها بشكل سيجنيفيكانت ستاتستيكلي هي الدبرشن، وعلشان كده احنا بنقول ان ده ميد ثيرابيوتيك بروجرام، هو ده سبورت بروجرام اند ايديوكيشنال بروجرام، ولكن ده مش هيعالج لحد عنده دبرشن او انكزايتي. ولو في حد هيبقى مصاب بهذا الشكل وظهر في الجروب، وقتها احنا هنحتاج منه ان هو يروح لسايكايتريست او سايكولوجيست يقدر يتعامل مع الموضوع بشكل منفصل. ايه انت لسه عندك 17 دقيقه، فلو ما عندكيش 35 سلايد ممكن تهدي الريتم شويه. انا بكلم بسرعه. طيب في ريبليكان ستاديز كتيره حصلت على البروجرام دوت، من ضمنها ديت في نيوزيلندا واستراليا، ودي الاستادي في ايرلندا، وبدا ينتشر في اكتر من 16 دوله، حوالي منهم كندا منهم فرنسا، والمانيوال نفسه مترجم لغات كتيره جدا اسباني وفرنساوي، وموجود في اماكن كتيره جدا. وبدا يبقى عندهم بروجرامز او بدا يبقى عندهم ويب سايت واضح جدا عن ده، لو حد حابب ان هو يفيزيت الويب سايت عليه قدر كبير جدا من المعلومات الخاصه بالبوردر لاين بيرسوناليتي وازاي نقدر نتعامل معاهم للنون هيلث كير بروفيشنالز، وفي جزء منهم للبروفيشنالز كمان. معظم الستاف الموجود دلوقتي او المسؤول عن البروجرام هما زي ما اتفقنا هما فاميلي ممبرز، والفاميلي ممبرز دول قدروا يحولوا المعاناه اللي هما كانوا بيمروا بيها مع اهاليهم او مع ابنائهم، معظمهم كان عندهم بنات او يعني معظمهم بيرنتس، وقدروا يحولوا المعاناه اللي هما كانوا بيمروا بيها لحاجه تقدر تساعد ناس ثانيين. قصه كل حد من الناس دول هي قصه يعني مبهره جدا، من قد ايه هما قدروا يحولوا كل التفاصيل اللي كانوا موجودين بيها. هما بيقدروا يشير الحاجات ديت او بيقدروا يشير الديتيلز ديت خلال الجروب، انا مش هقدر اشير معاكم علشان الكونفيدنشاليتي، ولكن هي حقيقي بتبقى حاجات مبهره جدا 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 عن ازاي احنا نقدر نحول حاجه فيها معاناه شديده جدا وفيها قدر كبير جدا من عدم القدره على السيطره على المواقف وعدم البريدكتابيليتي التامه، وفي النهايه اقدر احول ده ان احنا يبقى عندنا بروجرامز محترمه واساسيه ومنتشره وفيها كمان انترناشونال سبريد. الجولز بتاعتنا الاساسيه هي ان احنا نزود الايموشنال انفولفمنت اوف ذا فاميلي، لان احنا زي ما قلنا طالما المشكله الاساسيه ما بين البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر سفرش والفاميلي بتاعته هي ميس ماتش ما بين الايموشن اكسبريشن، وهي دي الفكره الاساسيه ان احنا نتكلم عليها. والانفاليديشن بيبقى جاي من الميس ماتش الموجود هنا، مش بقلل ابدا من احتماليه وجود ابيوز او من وجود التروما في الهيستوري اوف بوردر لاين بيرسوناليتي، ولكن انا بتكلم عن الفاميلي داينامكس اللي ممكن تكون موجوده واللي بتساعد اكتر في وجود الديس اوردر ده. فكل ما هنزود الايموشنال انفولفمنت للبيرنتس او للفاميلي ان جنرال، ده بيساعد كتير جدا على ان الدنيا تتحسن والسيمتومز بتاعتنا كمان تتحسن. الحاجه الثانيه ان ده بيكون ليه علاقه بالبيتر اوت كم وليس سويسايدال اند ليس سيلف هارم عند البيشنت، وبيقلل الاستيجما. واهم حاجه والموست امبورتنت اللي بنقف عندها كتير جدا وبنتكلم فيها هي ان احنا بنقلل الستريس والسفرنج عند البارتيسيبنتس، واحنا دي بنقف عندها كتير جدا وبنقول لهم انت هنا النهارده مش موجود علشان الشخص اللي انت بتحبه، ان انت عارف ان هو مصاب او ان انت عارف ان هو تعبان، انت النهارده موجود علشانك انت، وانت من حقك ان انت تتكلم.
احنا كنا في جروب وكان بنقول الكلام ده لحد من البارتيسيبنت وقامت واقفه قايله انا هو انا ينفع حياتي تبقى كويسه وهي تعبانه؟ هي اتخضت جدا من فكره ان انا ممكن ابقى حياتي كويسه جدا ومعايا شخص في البيت تعبان او مريض او بيعاني بشكل او باخر، ودي سكيلز احنا محتاجين نتعلمها. واحنا دايما بنقول كده حط الاكسجين ماسك، يعني هو ده الهدف من البروجرام ان احنا نحط الاكسجين ماسك عشان نقدر نساعد الاخرين. احنا لو في طياره وفي حادثه احنا هنلزم الاول نتنفس عشان نقدر نساعد الناس اللي حوالينا قبل ما نديهم السبورت. المفاجاه ان فاميلي كونكشنز مش مقصود بيها ابدا التواصل نهائي، رغم ان احنا عارفه ان احنا مترجمينها التواصل، لكن connections هي عباره عن acronyms ل connections offers knowledge new research empowerment community resources tools for well-being involvement optimism networking and skills training. والبروجرام هو عباره عن 6 modules بيتعملوا تقريبا على 12 اسبوع، كل اسبوع بيكون حوالي ساعتين ونص 3 ساعات. ولو بصينا كده على quick review للبروجرام، فالموديول الأولاني بيكون introduction، يعني إيه borderline personality disorder، إيه هي rights of the relatives، إيه هي assumptions اللي إحنا عندنا عن basic assumptions عشان نبقى effective، إيه هي areas of disregulation، DSM-5 والICD-11 والICD-10 كريتيريا لبوردرلاين، على اي اساس الناس دول تشخصوا بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر. بنقول لهم ان انت من حقك ان يبقى عندك حاجه اسمها هيلثي سيلفشنس، دي ما فيش مشكله خالص ان احنا نبقى انانيين بقدر الكافي اللي يسمح لنا ان احنا نتعامل مع المجتمع او يسمح لنا ان احنا نتعامل مع نفسنا كمان في نفس الوقت، ان احنا نقدر نقول لا، ان احنا الاكسبت والفاليديت الايموشنال ريسبونسز بتاعتنا، ان احنا يبقى عندنا نتورك نقدر ان احنا نعتمد عليه او ناخد عليه سبورت، ان احنا مش هنقدر نسولف كل المشاكل الموجوده عند اهالينا او الناس اللي احنا بنحبهم، وان احنا في اوقات كتير او اوقات ممكن نبقى مش لطاف خالص في المواقف واحنا محتاجين ان احنا ناكسبت ده. بنتكلم عن البيزك اسامبشنز، والموديول الثاني بيبقى هو الفاميلي ايديوكيشن، وبنتكلم فيه بشكل مفصل جدا عن جايه منين اضطراب الشخصيه الحديه، وبنتكلم اكتر عن الترانزاكشنال موديل اللي هو حاجه مختلفه شويه عن الفكره بتاعه الترانزاكشنال موديل ودي بي تي. وهنا بيتكلم عن منين جايه فكره البوردر لاين بيرسوناليتي، وقد ايه هي الانتراكشن ما بين الفاميلي وانتراكشن ما بين السفرر، والانتراكشن ده هو مشكلته الاساسيه عن المس ماتش في الايموشن اكسبريشن الايموشن اكسبيرينس الموجود. الموديول الثالث بيكون عن ريليشن شيب مايندفولنس سكيلز، وبنتكلم فيه هنا عن جزء كبير جدا من المايندفولنس سكيلز اللي اتكلمنا عليها امبارح في الوركشوب اللي هما وات وي هاف سكيلز، ما اتكلمناش عليها بالتفاصيل بس هنتكلم عليها بعدين. وبنتكلم هنا برضه عن الجادجمنت ومجموعه من السكيلز الثانيه علشان نقدر نتعامل معاها. نتكلم عن حاجه اسمها برايمري سكندري ايموشنز، بس يعني دي تفاصيل اكتر ممكن نبقى ليها وقت اكتر ان احنا نتكلم فيه بعدين. الفاميلي الموديول الرابع بنتكلم عن ازاي يبقى فيه فاميلي انفايرمنت سكيلز، ودي الثلاثه سكيلز اللي احنا كنا بنتكلم عليهم امبارح بتوع جيف وفاست ودير مان، وان احنا ما يبقاش عندنا بلايم جيم وكان البلايم ده كوره احنا عمالين نحدفها على بعض مين هو اللي هيشيله، وبدل ما احنا عمالين نحدفها على بعض نقف ونشوف السيتويشن بشكل اكتر حياديه واكتر يقظه، ونبدا نشوف ايه اللي ممكن يتعمل في الموقف ده علشان تو بي مور افكتيف. كمان بنتكلم فيه عن الراديكال اكسبتنس وعن الجريف، والجريف اللي بيبقى مصاحب للفاميليز اوف بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر ليه علاقه بان انا بجريف اللوس بتاع الاكسبكتيشنز بتاعتي. اي حد هنا اي هيكون اب او ام موجود عارف ان احنا او وانس ان شاف البيبي ده بيبقى عنده تخيلات هيحصل ايه بعدين، ولما هتكبر هعمل ايه، والدنيا هتمشي ازاي، وهنتجوز وهيروح مش عارفه فين. بوردرلاين بيرسوناليتي مع كل الكايس اللي بتبقى موجوده في الحياه، مع اللخبطه بتاعه الريليشنز، مع اللخبطه بتاعه الايدنتيتي، بيبقى فيه قدر كبير جدا من اللوسز بتاعه ان اللي انا كنت بحلم بيه ده خلاص ما بقاش موجود، وانا متاكد او عارف بقدر كبير جدا ان في سفر كبير جاي للشخص اللي انا بحبه بهذا الشكل، وده جريف كبير جدا محتاج الشخص يتعامل معاه. الموديول الخامس هو الفاليديشن سكيلز، والفاليديشن سكيلز من الحاجات المهمه جدا ان احنا زي ما اتفقنا ان احنا محتاجين هاي ايموشن اكسبريشن عشان اقدر اتعامل مع بوردرلاين بيرسوناليتي ديسوردر بشكل يكون افكتيف ما بيدوهوش، وبيديني كمان الريسبونس اللي احنا محتاجينه عشان يقدر يستخدم السكيلز بتاعته هو لو انفولف في اي موديول او اي موداليتي من التريتمنت. طيب والموديول السادس بيكون ليه علاقه بالبروبلم مانجمنت سكيلز، وبنقول لهم ان احنا عندنا اربع حلول لما نواجه مشكله. الحل الاولاني ان احنا نغير المشكله، الحل الثاني ان احنا هنحاول نغير او نشوف الاجزاء اللي احنا مش شايفينها في المشكله نغير طريقه التعامل، الحل الثالث ان احنا نكسبت ان ده الوضع ويلا بينا نتعامل بيه زي ما هو، الحل الرابع ان احنا نستي ميزربل ونحاول ان احنا نغير المشكله من بابها تاني، حاجه ما بتتغيرش، كاني انا هقعد احاول اغير كائن الشخص دوت او اغير كينونته اغير الاستراكشر بتاعه علشان اعمل حاجه حقيقيه مش هتوصل ابدا.
وحاجه صعبه جدا، وفي النهايه هبقى فاستريتد وحاسس دايما بفشل وحاسس دايما ان انا مش بوصل للي انا عايزه، ومش ده الحل. الحل هو الكولابوريتيف بروبلم سولفنج، وان الحاجات اللي احنا الاثنين واقفين فيها تضاد ان احنا نقدر نقلل الدايلكتيكال تنشن الموجود هنا، ونقدر نقف في حته بالانسد عشان نقدر نتعامل مع المواقف بشكل ينفعني او يفيدني ويفيد الشخص الاخر. طيب فالكود ده كان بي او الميم ده كان بيضحكني جدا، وات اف وي دونت تشينج ات اول اند سمثينج ماجيكال جاست هابن. احساس كده دايما بيبقى عندنا والله انا هعمل نفس الحاجه مره والثانيه والرابعه والخامسه مش هغير اي حاجه، وانا منتظر اوت كم يكون متغير. طيب ايه السبب اللي خلاني النهارده نتكلم عن حاجه زي كده؟ هو ان احنا عندنا زي كده فكر او طموح ان احنا يبقى عندنا انتجريتد كير في السايكايتري في مصر، وان احنا ما نبقاش بس بنعالج انديفيدوالز، احنا بنعالج جامز، احنا بنعالج فاميليز. احنا الانديفيدوال الشخص الواحد اللي عنده منتال انس هو بيأفكت دايره كبيره جدا من الناس الموجوده حواليه، والدايره دي احنا محتاجين ننظر لها ونشوف المعاناه اللي بيمروا بيها وازاي نقدر نتعامل معاها. طول ما احنا هنبص للفاميلي او الجيونس بتاعتنا كفاميليز، ده هيقوي الاتاتشمنت، هيظبط الريليشنز، هيدينا قدر كبير جدا من الفاليديشن والايموشنز والاكسبرشن اللي احنا محتاجينه، وكمان هيسهل علينا قد كبير جدا من الشغل اللي بنحتاجه. لان دايما بنقول احنا محتاجين معانا سوشيال وركرز، احنا محتاجين معانا كوميونيتي سيرفيسز، حاجات كتير بتبقى حاصله في الفاميليز هنا. حلول المشاكل دي اساسا لوحدها هيحل قد كبير جدا من السايكايتريك بيردن الموجود، وهي في النهايه بتدور على بعضها. يعني في النهايه تو وايز، انا هقدر اساعد هنا الفاميلي وهقدر اساعد هنا البيشنت بتاعي، وهو ده اللي احنا بنحاول نطمح له. احنا قدرنا ان احنا نترجم المانيوال دوت طبعا بمساعده كوليدر استاذه ولاء. استاذه ولاء هي اللي قدرت تترجم 6 مديولز من البروجرام دوت، منهم 2 سعاده فيهم دكتوره ساره، وقدرنا ان احنا نستخدم البروجرام ده باللغه العربيه لاول مره. احنا دي هتبقى احنا اللي قادرين نعرض للعالم كله تقريبا اللغه العربيه، وان احنا هنبدا نشتغل دوت في دول مختلفه بتتكلم بالعربي، بما ان مفيش اي مكان كان بيعمل ده باللغه العربيه قبل كده. الهدف بتاعنا ان احنا يبقى عندنا في سايكاتري كلينك في الحضر يونيفرسيتي هوسبيتال. احنا حاليا عندنا مالتيبل سيرفيسز، المالتيبل سيرفيسز ليها علاقه بالفيديو سيشنز والسكس اند كابل ثيرابي، ليها علاقه بالجروب ثيرابي والسوبرفيجن والسايكو ادوكيشنال بروجرام. والهدف بتاعنا ان احنا نأد نيو يونت على الكلينك وهي السبورت بروجرام فور كيرز اند فاميليز. اكشلي احنا الهدف بتاعنا مش بس ان احنا نعمل ده فور بوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر، ولكن عندنا طموح ان احنا يبقى عندنا بروجرامز مشابهه لمرضى الديمنشيا والسكيزوفرينيا والبايبولر، وان ده يبقى انتجريتد بارت من الكير اللي احنا بنعمله طول الوقت. And thank you.